الارقام اللي اتكلفت بيها الموضوعات ديت كملوا طبقه الكلام بس وفي وتمانية على ايوه. طيب هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، اللي القواعد المراكز البيانات اللي احنا عملناها من ضمن الحاجات اللي عملتها ان هو خلت الدوله المصريه تعمل بالطريقه ديت. حربت الكلام ده بحاجه احنا بنعملها دلوقتي. اخر حاجه احنا بنعملها هي مدينه العداله اللي بتتعمل في العاصمه الجديده. فكنا يعني الدوله عملت او يعني مش عارف اقولها ازاي، يعني اتعرض عليا التخطيط بتاعها، وبعد ما اتعرض عليا التخطيط بتاعها طبقا للمعايير المناسبه قلنا طب ايه لو سمحتم خلوها لي خلوا لي المدينه دي رقميه. فدخلت الشركه المتخصصه في المجال وقالت بالطريقه اللي انتوا عاملينها دي انا هحط تعديلات على الكلام. وكان يعني المهم كان المهم حصل تعديل كبير جدا جدا على التصور الهندسي اللي احنا عاملينه للمدينه العداله اللي احنا بننفذها دلوقتي. دي بتخلي حجم العمل داخل المدينه ده زي ما الحكومه دلوقتي شغاله وبتشتغل اكتر، ولو احنا بنطور في البرامج اللي احنا عاملينها للحكومه بشكل مستمر ادائنا هيبقى اكثر تقدما واكثر تطورا واكثر جوده لينا. المهم على كل حال، طب تفتكروا الرقم اللي رقمنه مدينه العداله كام؟ انا بقول كده للناس اللي في مصر عشان هم يقولوا مثلا ايه انتم صرفتم كتير. انا ده اللي يهمني اقوله لكم، انتم بتصرفوا كتير ليه يا محمد؟ هو انا عندي خيار تاني؟ يا يعني نبقى زي ما خليق ربنا اللي موجودين في الدنيا، يا اما نبقى متخلفين. نعمل ايه؟ ما نقدرش نعمل ده وتبقى الدنيا سهله وبسيطه، لان احنا ناس مش احنا دوله مش غنيه. احنا دوله مش غنيه، ولو ما عملناش الكلام دوت في لوحه تانية 8 على 26 برضه ولا ايوه 26 على 26 معلش 26 ايوه. انا بس هقف هنا. ده اللي المطلوب ان او اللي احنا التحرك بتاعنا اللي بنعمله. انا عايز اقول لكم على حاجه، اكبر قطاع ممكن، وانا الكلام ده قلته قبل كده مرات وبقوله للمصريين عشان الناس اللي بتعلم ولادها تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله، تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله. بلد فيها 106 مليون دلوقتي، المفروض ان احنا العنصر البشري اللي ممكن يعمل في المجال ده ويحقق لنفسه وللبلد ارقام غير خالص اللي الدكتور عمرو فرحان بيها، ولا انا بقول كلام صح؟ ان شاء الله تحقق اكتر منها. لا لا ما اقصدش، انا يعني مصر لو عندها كوادر بشرية متقدمة، يعني هو بيتكلم هنا في التعهيد ده، يعني ده أقل قدرة استخدام كوادر بشرية في العمل ده يا جماعة. احنا ممكن قوي ممكن قوي، انا ما خرجتش عن المحاضرة بالمناسبة او عن الكلام اللي بيتعمل، لكن عايز انبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع اولادهم في المراكز عشان يعلمهم في ثانوي، وانا معاكم اعملوا اللي انتم عايزينه، لكن لو انتم ما وقفتوش مع اولادكم يا مصريين من ابتدائي واعدادي وثانوي عشان تعلموهم الكلام ده، فرص ان احنا نبقى غني هتبقى قليله.